بدي أتمنى بهذا اليوم إنه الحب يملى الدنيا، نلغي الحقد من قلوب العالم والحروب من قلوب الناس. وهي أحلى وردة لكل بيحبوني. بقلها أكيد بحبها لكولات وبحب عائلتي اللي هن صاروا الأساس بحياتي، واللي هن مصدر الراحة والطمأنينة. لما بلغوني بولادة بنتي ماريتا، كانت أول ولد، فبالنسبة لي كان من أسعد الأيام. يوم نجاحي باستديو الفن بسنة 88، ابتديت هذا المشوار الطويل، يعني هو مشوار الفن اللي هو مازال لغاية اليوم بشتغل عليه بشغف وحب وبعطي من قلبي، وكأنه أنا اليوم مبلش. أول شيء الصبر. وليد بما أنه شاب صغير دايماً عنده هيدي الحاح، وكل شيء بده إياه بسرعة، بقول له دايماً بيي لازم تنطر. يعني أنا مثلاً تخرجت بسنة 88، لانشهرت لانتشرت عربياً يمكن لل 94-95، ولكن ابتدينا شوي شوي، فدايما بقول له أنه لازم خطوة خطوة. ونفس الشيء بقول لماريتا، عم تدرس بكوردون بلو، عم تعمل شيف، وهلأ عم تعمل خلصت ماستر بإدارة الأعمال، وهلأ عم تعمل عم تدرس مانجمنت كمان. فبدي أقول له الله يوفقها. ثلاثتهم يعني قطعة من قلبي، شو بدي أقول عن ثلاثة يعني.